طبعا يعني الدكاترة بتاعت الفريق يعني أكيد في متابعة منهم، يعني هل دكاترة الفرقة بتتابع حال جنى اه طبعا ولا؟ كانت يعني باتصال مستمر بالمستشفى ومتابعة الحالة طبعا، واحنا حتى لما بنتواصل معاهم بنلاقي عندهم علم بكل حاجة عارفين متابعين حالة طبعا، جنى كل كويس جدا حاجة جدا. يعني اتصال على مدار الساعة يعتبر طب هو بصراحة. العلاج الطبيعي، جلسات العلاج الطبيعي كل يوم ولا بتبقى لا هي كل يوم الفترة دي لمدة مثلا 3 أسابيع، 3 أسابيع كل يوم؟ اه كل يوم يوميا، وبعد كده بقى ايه يعني هي حضرتك واخدة زي ايه يعني على مراحل، كورسات اه يعني او بالظبط كده، اه مراحل. يعني دلوقتي 3 أسابيع لحاجة معينة، بعد كده هناخد حاجة 3 أسابيع تانية، حاجة تانية. اه بالظبط كده. طيب مع كل نهاية مرحلة يعني الحمد لله شايفة التحسن، اه يعني الحمد بيبان لله التحسن اكيد مع كل طبعا، مرحلة، الحمد انتوا لله شايفين الحمد التحسن لله طبعا. يعني الحمد لله. مش طب هو انتوا يعني في العادي جانا ساكنة بعيد عن النادي ولا قريبة؟ أنا لا بسأل ليه قريب، السؤال ده، اه لا يعني قريب أنت خدت ليه، وقت أول ما اتنقلتوا ولا قريبة؟ يعني أنتوا اه لا المسافة قريبين من قريبة جدا. النادي، اه قريبين مش يعني بعيد، انتوا في لا الوقت ما اتبلغتوا ما خدش ده وقت طويل جدا لا من لا لا انا خلال ال10 دقائق كنت عندها طبعا، كنت عندها. بس هما بصراحة يعني الكل طب هي وقف اتنقلت جنبها. فاكره اتنقلت ازاي من الاهلي للمستشفى؟ من لا انا ما كنتش ما موجودة في كنتش الوقت موجود انت ده، فاكره اه اتنقلت. طبعا انت مش فاكره طبعا جدا، اكيد مش فاكره طبعا فتره كنتش موجودة، بس ممكن. هو بصراحة يعني بسرعة جدا، يعني انا 10 دقائق لقيتهم في المستشفى، ولقيت ان هما بياخدوا اجراءات ان هما يعملوا لها الاشعة بتاعتها، كل حاجه. فالاسعافات كانت كل حاجة كاملة بصراحة. حد تواصل مع حضرتك دايركت من المجلس؟ يعني هل حد كلم حضرتك ولا من خلال اداره النشاط الرياضي من خلال الفرقه؟ يعني حد من مجلس اداره تواصل مع حضرتك؟ حد يعني جيل جانا ولا كان من خلال اداره النشاط الرياضي والدكاتره بس هم اللي بيكلموا حضرتك؟ لا والله كل الناس يعني من النشاط الرياضي جو ناس كتير، الواحد انا مش عايز يعني الواحد مش تنسى عايز حد؟ اه انسى حد او اخص حد، بس فعلا مفيش حد ما سالش على جنى، يعني احنا في المستشفى يعني النادي الاهلي معانا، يعني صحيح. كل النادي الاهلي كله معانا طب بجد. في الفترة يعني اللي كانت فيها في العناية المركزة يا جنى، انت ما كانش حد بيقعد معاكي صح؟ في العناية المركزة ما اه كانش حد بيقعد، ما كانش لا في مرافق ما طبعا. كانش ما في كانش في مرافق، مرافق. لا طب الفترة دي كنتوا بتطمنوا عليها ازاي؟ يعني توصلوا لها ازاي؟ يعني هي قعدت اه 5 ايام باين في العناية المركزة صح؟ اه تواصلتوا معاها ازاي؟ كنتوا بتروحوا قلق كبير ما انتش عارفة هي اخبارها ايه؟ اه لا عشتوا والله الايام دي بص ازاي؟ حضرتك هم كانوا يعني بصراحة متعاونين معانا، كانوا برضو يعني شايفيننا قد ايه احنا متوترين والوضع بالنسبة لنا صعب، فكانوا برضو ايه يعني ملتمسين لنا الاعذار، وكانوا فعلا هل يعني كانوا اه بيكلموك بصفة مستمرة مثلا التمريض الدكاترة كانوا بيتواصلوا أو معاك بيتواصلوا، ولا انت كنت بتروح المستشفى؟ كنا بنروح، وفترة مثلا ما بنروح لو احتاجنا أي حاجة بيكلموك بنلاقيهم، اه وتطمنوا. طبعا بنلاقيهم على طول بصراحة.